أقول بدعي نعم ساعتي عادل الحين 9 إلا ربع ولا تخرش واب؟ عادل 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 ما سمعت هذا العصر قبل شوي يذن؟ ها أقول طافتني صلاة العصر. طافتك صلاة العصر؟ صار بدك ها؟ ما انت على وضوء انت؟ لا ان شاء الله اني على وضوء ان شاء الله. صل صل خلاص صل 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 يلا صل بارك الله فيك وجيب لنا سكانتين شاي بسرعة يلا. ها؟ جيب لنا سكانتين شاي. شاف أقول والله هاديك عاد تصلي لك ركعتين وياي وتبطل من هالقدو هذا وراك ين وراك نار وراك حساب يا أبو دعي الله يهديك بدال ما يحرقك هالقدو هذا يحرقك بالدنيا والآخرة. أنا أصغر عيالك اللي بتوليني بهالنصايح فالريال أنا أفتهم قبل ما يدك كان مصلي في البيت أنا. الله أكبر بقعد مصلي العصر الضحى يا أبو دعي. شوف عاد علط نازة أبو راشد علط نازة لا تأذيني أبو راشد الإمام بالقلب. الله يهديك المهدي الله المهدي الله يا أبو دعي يا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.